ازيكم؟ ايه اخباركم؟ صديقة من الصديقات بعتت لي رسالة طويلة خالص، بتتكلم على انها ازاي عايزة تغير حاجات معينة في جوزها. من تجربتي عارفة ان مفيش حد يقدر يغير حد الا اذا كان الشخص التاني ده عايز يتغير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لازم التغيير يكون نابع من الشخص نفسه. احنا بنعتبر عامل مساعد، نقدر ننصح، نقدر نوضح ايه اللي بيضايقنا ومحتاجين نغيره. الاستراتيجية الأساسية اللي بستخدمها لما احب اكون عامل مؤثر لتغيير حد هو الإجابة على سؤال What's in it for me؟ يعني أنا هستفيد إيه؟ نحط نفسنا مكان الشخص الآخر ونشوف هو عايز هيستفيد إيه من تغيير حاجة معينة. مفيش حد بيتغير إلا إذا شاف الفايدة من هذا التغيير. يعني مش عايز أحبط حد، لكن عشان نوصل ان احنا نغير حد لازم نعمل خطة معينة ان ازاي الشخص ده يفهم اهمية حدوث التغيير والاستفادة اللي هيستفيد بيها لو هو اتغير. غير كده ما ينفعش، غير كده مفيش حد بيتغير بدون احباط، بدون يأس، بدون اي حاجة. كل بني آدم عايز يغير حد من اللي حواليه، أول حاجة يبتدي بأنه يغير نفسه. إذا كان في حاجة معينة بتضايقه في الآخرين ما يعملهاش هو. الحاجة التانية أنه يوضح للأشخاص اللي حواليه اللي عايز هو يغيرهم إيه النفع والاستفادة اللي هتعود عليهم لو حصل التغيير ده. يعني كلمتين كده سريعين أرجو تكون استفدتوا منهم. أشوفكم المرة الجاية.